لين نتكلموا شوي حول مهرجان أبرجان اليوم، وحاول اللي يقول البعض أن فيه أشخاص انصاعوا وما انصاعوا. لين أبدأكم شوي نقطة شوي، لين نتكلموا شوي حول الموضوع خلال دقيقة أو اثنتين، وإن شاء الله دور ذم رد شافي إن شاء الله من مكتب وحدة الموريتانية، والله يؤديها إلى خير إن شاء الله. بداية رأي مرحب بكم، شكرا. إلى هذا الصوت مسموع قولوا هالي. الصوت مسموع. إذا هذا الصوت مسموع قولوا هنا. بداية رأيني مرحب بكم كاملين، وشكرا لكم على المتابعة. لكن نتكلموا حول مهرجان أبرجان اللي خلق اليوم في بلدية أبو غوبو. شفنا بث مباشر من مرشح شباب الحسين حماه الله، يقول فيه أن منسق حملته لأنه جاء اليوم فهم جمع شباب ونصاع وكذا وكذا. بداية نختار نقول لأن مكتب وحدة الموريتانيين قادر إلى يرد إلى أي حد يسوى منه، وإن شاء الله دور نرد في الوقت المناسب ومولي بإذن الله تعالى. هون أتكلم معكم بداية كمسؤول إعلامي لمكتب وحدة الموريتاني في الساحل الآسيوي. المهرجان اليوم لا يعطيكم تفاصيله، لأن المهرجان حضروا منسق حملة مرشح الشباب وجاء وحده. يا الشباب اللي جاوا معاه لا لا ادو من هلوسه ما شفناهم، ما يحق، ما جاء مع احد، جاء وحده. ونحن انا عدت بث مباشر للمهرجان سابق يبدأ من ينوفو ساعتين ناقصين 3 دقائق، يعني ساعة و57 دقيقة، وتقدروا ترجعوا لي وتشوفوا يا كان صاحت ولا ما صاحت. ثانيا المنسق لكن كرر منين جا وحده، جا سابق الافتتاح ولا سابق بدء الحملة، ويعرف هو لأنه جا وحده ولا جا مع شباب. ذيك القاعة ما جا فهم شاب فهم، ما هو منسق رجاج واحد جاي باسمه هو ولا مع أحد ثاني. ذوك الشباب اللي جاوا اللي انصاعوا لا الآدم منه اللي خلق، نحن ما شفناهم. ثانيا احنا ما صعنا حد، ما فهم حد صاع اليوم هذا ابدا، هيك ما هي حق، ما هو خالق، ما فهم ذاك المهرجان ما صاع في حد. ذا المهرجان اللي خلق اليوم الناس كامله حاضره ما صاع في حد، جات رجاليه من دلوى من يام السكرو من بواكر اسمعت، واللي لا يقول ان احنا صعنا حد ما فهم حد صاع. منسق الحمل حملة المرشح اللي يقول نحن لان احنا ضايقناه والله كذا، نحن كنا مضايقينه، ما نعود رجعنا المهرجان 100 ساعة ثانية. قال الجماعة لانه لا يصلوا ومشات الناس تصلي، منين صلوا رجعناهم فياك، لان المنسق يقول كلمته كان مسجل الى اللائحة، واللائحة فيها 25 رجاش. اسمعت، ولا لحقوا الدور يكون بعد نينوفو الدور الاول، يعني بداية مهرجان وفات، وقالوا جماعة أنه لا يصلوا، بعد ما رجعوا طيناه ميكرو. المهرجان ما هو عدل إلى أنه يعني تشهير والله زاد حملة دعاية لرجاش. أنا فهمت كمسؤول إعلامي للمرشح بإجماع إذا كان فهم دعاية ودانا عدلته ونقدر نعدل مولي، ما فهم حد قد يحكي مني يا قير، ما عدلنا دعاية لحد. وحضر مرشح الإجماع وحضروا أنصاره كجزء من هذه الجالية بعيدا عن الحملة الإعلامية للمرشح، أسمعتهم وفهم مداخلات يا قير أهلهم مولي، ذاك اللي قال لهم قدام مولي الملأ
كاميرات خالقين الحمد لله، صوروا ذيفر ورائه الى الفيسبوك كلها منين يخاو موضوع المهرجان والله اهدافه نقبوا منه الميكرو اي حد يسووا منهم، معناه انه ما فهم ذيك الكلام وصعنا حد، نحن ما صعنا حد، نحن ما نصو حد. اسمعتوا المرشح، اسمع في حد من المتدخلين الكار مرشح الاجماع والكار، لان الرجاليه اللي في ساحل الاجي اكبر رجاليه وموجهين رساله يدور يؤد المرشح منهم به اللي هي اكبر رجاليه، وهذا حق، هذا احد المتدخلين قال المنسق. لماذا المنسق؟ نحن قلنا اعطينا 5 دقائق ورجعنا الاجتماع بياك لانه هو يقول كلمته، وخايفين لا من اللي خلق بارك ينقال لانه ما اعطيناه كلمه والله ما عدلنا له والله ما وسينا له. يقال لا، هو لا من انكر مرشح الاجماع انفقاء هو والله ما نعرفه يروي شنو، اذا عاد اتصل المرشح وقالوا نحن صانع نحن ما صانع حد. وهذه هي مره ثانيه، المره الاولى قلت لان 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 مرشح الاجماع جاب ان احنا يقاون في دلوى وذيك روايات القصه مشينا عنها. اليوم جاءوا شباب داعمين للمرشح ونحن صعناهم ما شفناهم، وكرر الى عاد شباب جاءوا مع شيخنا ذوك نحن ما شفناهم، الى عاد من هلو من هالخلق ما ينشافوا ما نعرف، نحن ما شفناهم، جاء شيخنا وحده ونعطات له مداخله وقال كلمته نين الحق الوقت نقبوا منه ميكرو كيف الناس كامله. هو مطروح فم قانون، يعني احنا معدلين برنامج اي حد تعدى 5 دقائق نجوا نحكموا عنه ميكرو، هذا الناس كامله هو جزء من هذا نفس الشيء، ما فهم تمييز ما ميزنا بين حد، لكن ميزنا بين حد ما نعطوه كلمه. يا قير هو جاء وعطيناه كلمه وقلنا له 5 دقائق قول فيهم اللي تبقي، قام عدلنا دعايه فهم قال ما قلنا له شيء نين فور الوقت، قلنا له الوقت فور نحن كان قبيل منين قال انه مرشح الشباب نقبل منه ميكرو، ما انا خايفين من حد. يقول ما عدلناها، كل حد حضر اليوم يقول اللي يبغى يقول. اسمعت حتى لان احنا شباب كمشرفين لذا ورؤساء المكاتب ما دعيناهم بكلمه راعيص، كلها ندعوه الله باسمه وفاتح المجال للناس كامله، وكانت عندنا 25 لائحه فيها 25 رجال يتكلم، لا جات هو كلمه متاخره ان احنا ضايقناه، هو لا جزء من هذا الحضور وقال كلمته وفات الاخبار وما تعرف شيء ثاني. ذو الجماعة اللي صعنا نحن درت واخوهم اللي وينهم؟ شباب كامل عدلوا بث مباشر اللي ادنا صعنا حد يدور ينشاف، وذي المقالطات والن الن الن مكتب وحده الموريتانيين والشباب وينشرا، هذا هذا الكلام ينقال ما اعرف شنو حد مد الحمد لله لانه مسؤول او النوع ما تقبل النوع من الكلام صراحه به اللي ما هو قابل له. ونحن ان شاء الله لين نردوا هذه لا نقطه انا اخترت انا ارد اليه بي ذا البث قاع ودار نرد اليها والشباب مالي دار نردوا، والرد ان شاء الله لي ودم مالي رد مختلف ودار نردوا ان شاء الله. يقال لا اخترت توف نفتح ذا الموضوع شوي الليله فياك لان يشكون ان احنا ما نقدر نرد اليهم للتذكير، واكرر نحن ما صعنا حد. اذا أتفهم جماعه فهم وضايقت لان ينقال مين ما تمشي معانا نجيب لكم الصانديكا ذوك من هما واخوهن اللي وهدد منهم ومن هددهم ذا 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 ما هو زين اليكم، يا ما هو زين اليكم. ايو الشباب اللي معدلين المهرجان اليوم خصوصا وحده الموريتاني في ساحل اش ذاك لا يعدلوا ما لا قبار عليه ولا فهم تمييز. والجاليه نحن جاليتنا واخبر احنا فيها ونضالنا يعطي اد لا مصلحه الجاليه، وهذا قلنا فتنا قلنا ولا ينكروها من حد ان الناضل الواحدين ثاني لا ينناضل لا جاريتنا والناس كامله سياني عندنا شيء ما هو مصلحتنا وما هو في مصلحتنا اللي ناس من خلال ذا المكتب لان وحده الموريتاني في ساحل اش في ساحل اش. وهذا يعطي جد اليكم اليوم لان الحضور والشخصيات الكبار جاء والناس كامله جات، ولان الحضور ما هو ياسر ولان ما هو كذا لا تدقوا حتى في الصور. ومعدل ذا البث لا ينأكد انه ما صعنا حتى اذا عاد فهم حد صاع لا يتواخذوهن. وقصة المنسق، منسق جاء وحده ولا جمع حد غير
ولا شفنا حد معه، جاء وحده. سمعت ونعطات له الكلمة وكلها، وقلنا في البداية كلها عنده 5 دقائق، وحد تأدى 5 دقائق لا ينقبع منه ميكرو، ما هذا ما في الأخلاق جاي يسوه منه. الرئيس وحدة الموتان بيسهل عاش منين طول، وقفنا إليه وقلنا له كافيك، رجعوا للبث والكاميرات داروا تشوفوهم. معناه ان حد ثاني قال لا يحلم ان احنا قال لنا طوه فم روايه يعني كبر من قده، ناس كامله حد احترمنا لا نحترموه ونديروه لروسنا، وحد ما احترمنا يبقينا لا نردوا اليه، نردوا اليه كيف ما بقينا مولي ولا فهم اي مشكله، ما انا خايفين مشي ولين قصه انكم لا تروجوا، لان احنا صانا حد ما فهم حد انصار ذي كامل البث مباشر، وعاد فهم خلق سم يعني انصار حد ولا انطرد حد والله وضايق حد، الناس دار تشوف يا سمعتوا، والفيديوهات كاملين المهرجان من بدايته الى نهايته عندنا، ودار ننشرهم ان شاء الله من الصبح ماشي، دار نشروا فيديوهات كاملين، دار تشوفوا اذا كان صاحد ولا ما صاحد. زي اللي جا الشباب اللي جاوا مع المنسق لين كرر دائما، لكن للأدهى اللي خلى هو جاوا معه، ما جا مع احد ثاني، ما شفناهم. جاوا مع واحدين شبح ما ينشافوا يقولوا لنا يا الشباب اللي ضايق وينصاع من هما؟ ما هو ضايق حد ولا انصاع حد. يا غير انطرح وقت. اي حد عنده لا يتكلم عنده 5 دقائق. ومنين يتخطاهم لا ينقبوا منه ميكرو. اذا ما في يعملوا ولا شنو؟ يعملوا المترشح على راسه. وهذا قانون طبق للمنسق. اعطاه 5 دقائق وزدت اليوم وزاد اليوم سووا له كان ما زاد اليوم. نتبارك هم ولا يطول قلنا له لا. وفي متدخلين ثاني يقبون منه ميكرو، هذه لات مضايقه قولوها لنا. اما قصه لانه صاحد والقابليه والجهويه ذاك لا احد يسكت، ذيك القابليه لا احد يسكت عنها يخليه يفهم لا يتكلم عنها. ذيك القابليه اللي لا يتوهر ذاك للاعلام القابليه ومحاربتها، طالب انا منكم لا احد يرقدها فهم به اللي باطنا عرفوا ذا كامل. ما في قابليه هون ولا في القابليه، القبيله لا يتم خالقه الى الابد، معناه حاجه جاينا بها الفكره وراك يخلينا نحن مري ثانيه. اللي لا يجينا وراك هون وراك انه هو جاينا بهاو الحريفات القابليه ونعرف هو شنو. سمعت؟ نتكلم هون باسم مكتب وحده موريتانيا وباسم مرشح الاجماع، ذاك رد وحده، بعدين ان شاء الله نعدل لكم. سال عاشر ساميد ان شاء الله نعدل لكم بث مباشر بالتفصيل. ذي اللي يقول الناس ان مرشح الشباب مرشح الاجماع اللي في ساحل الاش ما عنده شعبيه، لكن ان شاء الله دار يظهر لكم الايام القادمه دار تظهر لكم، واللي هامه لانه هامه لا يكل دماغ ساحل الاش بهذه الافكار نعرف معانا الشباب واخونا الشباب اللي معاكم الجماهير اللي معاكم وين، وذاك الموضوع ان شاء الله لين نتكلموا فيه ان شاء الله عن قريب. والليله متكلم باسم مرشح الإجماع، ما نتكلم باسم الليل لان خلي اكوتي ودار نتكلموا فيه وقت ثاني. وبخصوص مكتب وحده موريتانيا ما صان احد، وشيخنا جاء وحده. اذا عادوا جاوا مع اهل شبح ما شفناه قولوا لنا، اللي ضايق فهم ونصاع نحن نبقى نعرفه منه. هذا لا كان رد قصير وتو، ما هو رد قاع، يقال رد جاء شباب كلهم دار عاد البث ودار نرد مولي في الوقت المناسب، اذا هو اللي كنا خايفين منه. لا هو اللي كنا خايفين منه، كنا قاع مانفيتين ذا كامل، تعليقات ما هي محترمه ما ردوا اليها، منشورات ما ردوا اليها، ثم قاع من اين تسح الاشاعات المهمه عندكم؟ اليوم اشاعات مهمه هذا لا قليل من كثير، والشباب دار يردوا، وتعرفوا انتم ذاك الرد ان شاء الله عليه شكيفه، ذوك الجماعه اللي انصاعوا صنع احنا شباب وجاوا شباب يمثلونا وصنعوا ذاك لا الاد هو اللي خلى لا الاد الشباح ما شافوا لين انصاف منهم. المنسق نكرر مول نعطيه 5 دقائق لين نتخطاهم، قلنا له الناس كامله واحد، الرئيس الطالب منين زاد على وقته وقفنا له وقلنا له قبلنا منه ميكرو، ما فهم حد قد يزيد الى الوقت الناس متساوية عندنا. يا قير قول لنا ما اعطيناه كلمه، قول لنا ما خليناه يحضر، لانه هو يعني انفقع لانه هو اسمه مرشح الاجماع، واحدين ثاني مداخلات واحد، نحن ما قدروا نصدر للناس
يا قير يقولون ان نحن مشرفين للمهرجان يا كان الكرنحت وبدايه افتتاحنا الرجل البدايه والسمع لكن قلنا البث مباشر لكم مزار خالد الناس اللي انصاعوا وزيانا مو اللي مدق علينا البث مقابل البيبان كامل هذا انصاع حد تشوفوه اللي انصاع منها ما صاحت اللي فيرسفاك اللي قابل من احنا صاحنا حد احنا ما صاحنا حد المنسق ما يقدر ينقال فهم فهم صاحت منسق راس متحدي انا المرابط متحدي يقول لنا بانه صاع والله صاع لقاش ومتحدي يقول لنا لان كان جمعه شخص ثاني ما هو ادري واحد كان جمعه واحد متحدي انا المرابط انا متحدي هنا يعدل بث مباشر ويقول لنا جمعه فلان وفلان متحدي انا المرابط متحدي يطلع لي بث مباشر يقول لي انا جمعه فلان لا لا يذكر لي رجاج واحد جمعه وينه ما جمع احد لانه يمثل فم مرشح لجمع وهو جاء ما هو جاي فهم مثل مرشح لشبابه جاء فهم لأنه كجزء من هاي الجالية ما جاء فهم يمثل حد نعطاه له ميكرون قال ذاك اللي باقي يقول ما رد إليه ما رد إليه ولو حنا فيقع عنده الحق يقول اللي يبقى يقول يقال ما قلنا له شيء خاسر يقال نيتخطى الوقت جينا بوانا من الميكرون صالح هو قال اللي يبقي من حكمه اوكي شيخنا جاء مع جماعه الجماعه اللي جاوا معه لا 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 ذكروهن منين يعدلنا هو بث مباشر ويقول لنا اللي جاوا معه اشخاص نحن شيخنا جانا مقطر وحده الساعه 8 سولوه وجانا وحده وسلم اليه وحده وعدلنا معه الصور وحده والشباب اللي جاوا معها صار العادوا شبح احنا ما شفناه ولا عاد ولا شي ثاني احنا مولي ما عرفوا ليش لا ولنهاو الشباب قابوا الطريق هيك واضحه وماشيين الى الطريق بقيتوها كرهتوها اي واحد ها الجاليه سهل اش لا يتوحد ان شاء الله ودار تسير الى الطريق اللي دور الجاليه ودورنا خدموها وحد ما وصالحها ما هو لا يرحب به في الجاليه هاي لا يتعب حد قرف ذي الأهمية هارك المقبولة للجالية اللي في ساحل آش ثم قلت له جالية في ساحل آش ما هي محصية قال نصها ما هو محصي ولا هي جالية ولا هي كبيرة ذي الأهمية المعطية لها اليوم شنو قلت له لين ساحل آش ما لي جمعوا منه اثنين أو بعد مهرجانات كاملة شفتوهم لأن هذه القابلية ولا تكلمونا بالقابلية ذاك الموضوع لا أحد يقبله وهذا لا كان قليل من كثير والشباب داروا الرد وأنا مولي داروا الرد بث ثاني والسلام عليكم.